امريكا الشرقيه. ايوه او امريكا الشرق، يعني امريكا الشرق، امريكا الشرق في الشرق. هل معنا صور تاني؟ هو ده ايرون مان؟ لا ده ده في في حبيبي كفاي ده. انا وهشام عيسوي ده وانتوا بتصوروا امريكان ايست. ايوه وده قيس ناشف من بارادايز ناو. ده ري وايز ممثل ممتاز، ده معروف، ده بتشوف مسلسلات ده في الجامعة. ابني عنده مشكلة اللي اسمه محمد، ففي المدرسة عارفينه يعني. وده توني شلوب. توني شلوب من الممثلين. ده هنا فين بقى؟ في ده السباح هنا طبعا. ده بعمل حركة من حركات الموسيقى. ده فين؟ لا ده في فيلم تاني يعني. بس ما جناش لسه صور ايرون مان. هيجيبوها. ايرون مان مش انا اديتها لهم. نعم. عملت اللي عليا. هي هو ده. ايوه. هو ده ايرون مان. ده الافيش نفسه. ايوه بس في انا جبت لهم صورتين من الست يعني جوه بنصور. اكيد هيلاقوهم. أيوة. مفيش حاجه بتضيع عندنا. لا لا مفيش حاجه. اكيد. طيب هنطلع فاصل عليها ونرجع تاني ونشوف برضو اخبارك ايه وعامل ايه. وسعاده جدا انك كل ما بتيجي مصر بنتابع تطورك. هل في اي مصريين تانيين بيمثلوا في امريكا؟ طبعا في ناس اشتغلوا معانا في الفيلم امريكان ايست. امريكان ايست ايوه. الفارس موجود وسامي الشيخ ومخرج زي هشام عيسوي. دول كلهم ناس راحوا امريكا الاول. أيوة. ودرسوا وبعدين ابتدوا. أيوة. يمثلوا. مفيش لسه التجربه اللي عملها الفلسطينيين بالفيلم اللي هو بارادايز ناو والجنة الان. ودلوقتي ما بيقعدوش، دلوقتي شغالين على طول في امريكا. ففي التجربه يعني ان تكون فيلم فلسطيني ويعمل كده واحنا سينما مصريه المفروض انت تيجي تزورنا. الفيلم الفلسطيني بتاع بارادايز ناو ده نجاحه كان لاسباب يعني معينه. بس التمثيل ان هي بدات خرجت يعني احنا في افلام عملناها المفروض تخرج برا وتخلي الممثل المصري يمثل في يعني لان في ادوار كتير عربيه بيلعبها غير العرب. ايه اكتر جاليه بتمثل في هوليوود عربيه دلوقتي؟ المصريين. مصرينا دلوقتي. طب كويس. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ومعانا الفنان سيد بدريه من بورسعيد من 22 سنه، راجل راح امريكا ما عرفش غير كلمتين، دلوقتي بيمثل افلام امريكاني وهيطلع في واحد من اكثر افلام امريكيه تكلفه اللي هو ايرون مان عامل فيه دور. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا. My friend, engine blown. Engine blown? Someone put sugar in your tank. Sugar? That's impossible. Here, sugar. Maybe the bad kids are around here. How much is it going to cost to fix? $2,000. $2,000? That's going to wipe me out. Hey, ala mehlak ya raji. Sorry, did I wake you, Fatima? Yeah, Ethel Supreme. Top it off. He says you must not sit so close. What? I can't conduct an interview from back there. You must move back your chair. Well, you tell him that when I conduct an interview, I sit anywhere I damn please. أنا المعلم هنا، مفيش حاجة. There is no interview. اسمع كلام، قلت لك كده اسمع. You. أيوه. I'm talking to you. أنا سامع. Who the hell do you think I am, a 78-year-old assassin? Do you think I'm going to karate him to death with this notepad? باید دفتر یاد داشتم، میخوام بزنم یارو تو رو بکشم. إلا أقوله هنا يمشي، أنا المعلم، إلا أقوله يمشي. ده كان فيلم إيه؟ The Insider، الباتشينو وراسل كرو، كريستوفر بلامر و الباتشينو وراسل كرو؟ ايوه و directed by مايكل مان. وانت كنت عامل دور حزب الله واحد منه. بس انت مش ملاحظ ان دايما بيجيبوك ارهابي وكده يعني هي دي الصوره العربيه يعني بيستخدموك ان انت تجسد الصوره العربيه بتاعت الشخص الارهابي القاتل اللي بيزعق على طول اللي معاه السلاح؟ مش مضايقاك الحكايه دي؟ لا لان ام كرافت مان، انا راجل صنايعي. ايوه صنايعي. بس اللي انت اما بتيجي تعمل دور لازم برضو انت راجل مصري وراجل طالع من بورسعيد دي البلد بتاعت العدوان الثلاثي وكده،
برضو انت المفروض الحاجات بس دي 50% من اعمالي عملتها كده. وانت ما تشوف الشخصية مثلا الاستاذ عادل امام عمل الارهابي، عمل 3-4 افلام على الارهابي، ما بكتبش الحاجات دي، ولكن ما بكتب لعبت دور الاب المصري اللي بيحاول يصلح ويعلم اولاده ازاي يبقوا مصريين في امريكا. طب انا فهمت ان انت بتعمل فيلم دلوقتي هيبقى فيه مع اسرائيليين. هو فيلم ادم ساندر عامله، وهو بيلعب اسرائيلي هربان من ده. فيلم كوميدي؟ فيلم كوميدي. فبيجي نيويورك وبيتعرف على اسرائيليين، واحنا العرب بنعرف اللي هو ده الراجل اللي في المساعد. فيلم كوميدي مع جون تورتورو، وهو وفي اسرائيليين وفلسطينيين. طبعا في فلسطينيين معايا وانا بلعب فلسطيني، بلعب راجل سواق تاكسي بس راجل طيب، راجل فاميلي مان وكلام من ده. ولكن في المشاهد كان في اسرائيليين ممثلين. انت ما عندكش مشكله تشتغل مع ممثل اسرائيلي بقى وانت عايش هناك؟ لان النقابه بتاعتي ما قالتش ممنوع تمثل مع اسرائيلي، وما فيش واحد بتاعتك هناك يعني. ما فيش. انا لو في النقابه المصريه وقالوا لا همشي طبعا النقابه، لكن في امريكا بتشتغل مع واحد لا يؤمن بالله تعالى. ما فيش عندنا موضوع الاديان وموضوع التطبيع. ما عندناش كده. ولو كان في ما كنتش هشتغل خلاص، لان بعد 11 سبتمبر وبعد العراق كان ممكن يقول لك العرب ما يشتغلوش. يعني مش ممكن ادخل اي محل اشتري حاجه اقول له السلام عليكم. وعليكم السلام، انت يهودي؟ مش هشتري منك. فمشكله، لان احنا خصوصا في نيويورك، في اي حته فيها يهود اكتر من اسرائيل نفسها. ايوه، فمشكله. لكن هنا موضوع التطبيع دي يعني، وانا لو بورسعيد مش هطبع، لكن انا مش في بورسعيد، انا في سانتا مونيكا كاليفورنيا. سعداء جدا انك نورتنا النهارده، وبالتوفيق وبالنجاح. الراجل ده ما بيقولش حاجه في البرنامج. اشرف يعني أشرف. قبل ما امشي يعني والله الراجل كان نفسي اقول لك حاجه. اشرف اصله معجب بتجربتك، لان هو يعني والله نفسه برضو يطلع امريكا كده ان شاء الله يعمل حاجه حلوه يعني. انا قلت يعني انت جايبه يعني. لا انا الخميس الجاي ان شاء الله. ماشي خلاص، الخميس الجاي هتلاقيني معاك هناك، وبعمل انا بقى الادوار الثانيه بقى. ماشي ان شاء الله، واللي هيعمل الامريكاني ان شاء الله. فرصه سعيده جدا. بشكركم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من القاهره اليوم. ارجوكم ابقوا معنا. القاهرة اليوم.